اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عشاق سيارات. النهارده باذن الله هنعمل تقييم لعربيه من عربيات صوفيا. هنتكلم النهارده باذن الله عن العربيه هيونداي اي اكس 35. تعالوا نشوفها مع بعض. العربيه زي ما شايفين جايين بمقدمه هجوميه شكلها جميل وانسيابي. تقريبا دي المقدمه هتبقى المعتمده في العربيات الهيونداي الشكل الجديد كلها اللي هي من 2016 وطالع، زي ما شفناها في الالنترا الشكل 2017 الجديد. طبعا الفوانيس الكبيرة اللي فيها عدسات اللي جاية من وش العربية يمكن قربت تحصل المرايات الأمامية، فوانيس الشابورة الدائرية واللي برضو لها فريم نيكل بداخل غلاف أسود شكلها جميل. برضو فتحات التهوية الكبيرة أوي في الاصطدام عاطية شكل رياضي. وطبعا جروت سبور 16 هايبر شكلها جميل. العربية جاية طول 4 متر و40 سنتي، عرض 1.82 متر وارتفاع 1.65 متر، وطبعا قاعدة عجلات 2.64 متر. طبعا أبعاد تسمح للمصمم إن هو يعمل لنا صالون إن شاء الله يكون كويس. وزن العربية 1600 كيلو، ومع ذلك التانك بتاعه 58 لتر. يمكن مش مناسب لحجم العربية إلا إنه مناسب لموتورها، لأن موتورها يعتبر مواتير اقتصادية في استهلاك البنزين. بص على شنطتها مع بعض. العربية برغم انها تبع فئة الـ SUV الا ان الشنطة بتاعتها تعتبر كبيرة، زي ما شايفين 5 جنط سبور، وفي مساحات تخزين جنب الجنط كمان. تفكير عملي، الباب بتاعها اللي بينزل من فوق عملي برضه حلو. طبعا SUV زي ما احنا عارفين اختصار لسبورت ايتالتي فيشل، بمعنى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات او متعددة المهام. العربية طبعا دفع أمامي زي ما شايفين، الانسيابية الواضحة قوي في الإزاز بتاع الأبواب اللي جاي من أول المراية الأمامية لحد الشنطة ورا، شايفين الانسيابية شكله جميل قوي. هنبص دلوقتي على موتور العربية. الموتور جي دي أي من هيونداي. أنا شايف إن الموتور ده من أهم مميزات العربية، برغم إن العربية جميلة إلا إن الموتور ده من نقاط القوة الكبيرة في العربية. ليه ومعناها إيه جي دي أي؟ جي دي اي ده الجيل الرابع من أنظمة حقن الوقود في المواتير، مواتير الاحتراق الداخلي. جي دي اي اختصار لجازولين دايركت انجكشن، يعني ايه حقن وقود مباشر. تعال نبص على مع بعض كده على الموتور. زي ما شايفين 4 مباين، كل بوجيه راكب عليه الموبينة بتاعته عشان يديلك حرق افضل، وطبعا ده في النص. طبعا الموتور 2 كاما، كاما تغذية وكاما عدم، 16 سباق 2 كاما. طبعا دي المضخة بتاعة الوقود بتاعة الحقن المباشر اللي هي بتبقى الاختلاف عن المواتير العادية. المواتير العادية بتبقى مسطرة رشاشات قدامنا هنا كده في المكان ده كده، بيبقى فيه 4 رشاش، انما دلوقتي لأ، دلوقتي الوضع ده مختلف. الرشاش دلوقتي في قلب غرف الحريق عشان يدي أداء أفضل. طبعا أنا شارح الموضوع ده في صفحة عشاق السيارات مع عصام غنام البيتج، لو حبيت إن أنت تقراه. ولو حبيتوا ان انا اصور لكم فيديو عن المقارنه بين انظمه حقن الوقود المختلفه، ممكن تكتبوا لي في التعليقات وانا باذن الله هبقى اشرحها لكم. ولكن سريعا كده، اول حاجه كان في الكربراتير، بعد كده بقى الهاف انجكشن اللي هو نفس الكربراتير على رشاش واحد، بعد كده بقى المالتي بوينت انجكشن اللي هو 4 رشاشات هنا في على الـ4 منافو، بعد كده النظام الحديث بتاعنا اللي هو جي دي اي اللي هو بدأ سنة 1955 في مرسيدس في العربية اس ال 300، بعد كده اختفى لفترة، بعد كده رجعت ماتسوبيشي في سنة 96 ظهرته في العربية ماتسوبيشي جالانت. طبعا الفكرة منه ايه او الهدف منه ايه جي دي اي؟ الفكرة ان هو موتور 1600 زي ده وبدون تربو بيطلع معانا 135 حصان، 165 نيوتن، فطبعا ده قلق عالي بالنسبة لموتور 1600. وبرغم ان الموتور 1600 على الجسم ده والوزن ده الا ان الاداء بتاعه ممتاز، وده راجع للموتور وفي نفس الوقت الفتيس الـ6 غيار اللي هو من هيونداي، فتيس ناجح ومفيش منه مشاكل. هنجربه دلوقتي مع بعض باذن الله واحنا بنشوف اداء العربيه. العربيه فيها اي بي اس اي بي دي، جنوط هايبر 215 70 16، وفي منها فئة طبعا بتنزل بجنوط 17. طبعا العفشة الأمامية تعليق مستقل ماكفرسون بعمود اتزان.
والعفشة الخلفية بتاعتها عفشة تعليق مستقل برضو متعدد الوصلات وبينهم ميزان خلفي. هنتفرج دلوقتي مع بعض عملي. اي عفشة هتبص من تحت تلاقي لها مفصلات كتير زي ما احنا شايفين كده، ده يبقى تعليق مستقل زي ما شايفين، مفيش قضيب التوائي او مفيش بار ماسك بين الفردتين وبعض. طبعا ده شيء ممتاز او من العفشات اللي تعتبر ممتازة، لان زي ما احنا شايفين كم مقص ماسكين الفرد دوت. ومنهم في الاخر في هنا عمود اتزان اللي احنا شايفينه هنا، ده ماسك الفردتين ببعض عشان يدي برضو تحكم، ما يبقاش كل فردة شغالة لوحدها. ثبات العربية ده حلو بالنسبة للفئة بتاعتها. نبص على الصالون بتاعها مع بعض. الصالون بتاعها زي ما قلنا صالون واسع ورا وقدام بسبب قاعدة العجلات بتاعتها اللي احنا قلنا 2.65 متر، وده طبعا بيديله حرية ان هو يدينا صالون واسع. طبعا زي ما احنا شايفين فرش جلد. العربية انا شايف انها عربية جيدة بالنسبة للفئة بتاعتها. وفي 2 كاب هولدر. تمام. الخامات انا شايف ان الخامات اتنقلت نقلة كويسة في العربية دي، ولكن برضه ما وصلش للمستوى اللي احنا عايزينه، ولكن هي افضل كتير من خامات هيونداي قبل كده، لان هيونداي كان دايما يعيبها الخامات. طبعا زي ما احنا شايفين هنا المقبض ده فكرة جديدة حلوة. الفتيس اللي احنا قلنا عليه 6 سرعات الاستبترونيك، طبعا لما بنجيبه في الخانه دي بيبدا ان هو يدينا المانوال بتاعه. تمام. فتحات التكييف، الشكل التصميم العصري الجذاب بالنسبه للبابلو، برغم ان هو يمكن مساحات التخزين هنا ما فيش حاجه خالص ينفع تحط عليها حاجه، الا ان في النهايه يعني شكله انسيابي، شكله حلو ماشي مع البيبان. السماعات هنا اللي خارجه لبره، نظام صوت حلو، 6 سماعات. طبعا يعيب العربية أو يعيب نظام الصوت ده إن مفيش فيها بلوتوث. تمام؟ احنا شايفين هنا الزرار ده بيتحكم في الإيرباك بتاع الباسنجر، إن احنا نقفله ونفتحه. التكييف هنا معوش تاتش، التكييف هنا مانوال. الزرار دي بس اللي هي التحكمات بتاعته، هي الزراير تاتش زي ما احنا قايلين اللي هي بتاعت تحكم الهواء اتجاهاته، إنما هنا درجة الحرارة والسرعات دي بتبقى جاية إيه مانوال، يعني حاجة وسط ما بين الاتنين. تمام؟ ده كده بتاع السخان الخلفي بتاع السير الخلفي لو ما فيش شبورة ورا. العربية فيها تحكم طارة هنا زي ما احنا شايفين. العدادات زي ما احنا شايفين شكلها جميل رياضي يعتبر. في شاشة معلومات زي ما احنا شايفين هنا، عارضة درجة الحرارة الخارجية، درجة الحرارة بتاعت مية التبريد اللي هي الخارجية دي الإطار الخارجي. وطبعا هنا بيجيب الـ N والـ manual بتاعنا، بنجيب كده بيجيب 1 و2 اهوت. تمام. والعدادات زي ما احنا شايفين اضاءتها ابيض فازرق لونها جميل، وطبعا بتدي اضاءه جميله بالليل. مفاتيح هنا المفاتيح بتاعت التحكم الازاز، بس بتاع السواق هو اللي ايتو والباقي عادي. ايتو بمعنى ان انا لمسه واحده تنزله للاخر زي ما احنا شايفين كده. التحكم هنا بتاع المرايات، طبعا مرايات ضم. العربية أنا شايف إنها عربية يعني الإمكانيات بتاعتها حلوة. طبعا إحنا كنا متوقعين برضو أوبشن أعلى من كده شوية، ولكن هي دي الفئة اللي بتنزل عندنا في مصر. العربية إجمالا وسعها حلو، ارتفاعها حلو، أنت دلوقتي شايف الطريق، كشف الطريق حلو معاك. زي ما قلنا ناقصها البلوتوث، ناقصها مساحات تخزين تكون زيادة شوية، لأن أنا شايف إن مساحات التخزين فيها برضو مش كتير. حتى الفتحة هنا اللي في البويد زي ما إحنا شايفينها برضه صغيره، برغم ان الباب اخد ضخامه قوي، يعني الماستر هنا كبير، السماعه هنا خارجه لبره مش عارف ايه، بس هنا برضه لو جيت تحط ازازه هتبقى متضايق. ولكن برضه في النهايه الرجلين هنا زي ما احنا شايفين المساحه هنا ايه، برضه الموضوع مش كبيره قوي. درج التابلو مفتاح، ودرج التابلو فيه تبريد لو احنا معانا كنز او حاجه بياخد من التكييف، بيبرد من التكييف بتاعنا. طبعا في عندنا فتحة يو اس بي وايبود واي او اكس، كل ده ممتاز، ولكن مفيش بلوتوث. في هنا جراب نضارة. تمام. والإضاءة هنا دي غير إضاءة الصالون أصلا الأساسية. يعني العربية أنا شايف إن العربية جميلة، يعني العربية فيها شوية مميزات حلوين وطقم الصوت بتاعها حلو. ايه رايكم نجربها على طول مع بعض بدون فصل؟ تعالوا نجربها مع بعض.
الموتور ضرب العوم خالص، احنا دلوقتي قاعدين جوه العربيه مش سامعين صوت صوت الموتور. هنجرب بقى تسرع العربيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنجيبها عادي عادي. العربية بتحقق من 0 ل 100 في 11 ثانية، وده شيء ممتاز قوي بالنسبة لحجمها ووزنها. زي ما قلنا الموتور قوي ما شاء الله، حلو بالنسبة برضه للموتور 1600 وبالنسبة لحجم العربية، يعني الموتور ده لو على جسم أقل من كده هنعمل هناخد منه تهدئة جامدة قوي. تمام، باور خفيف قوي، ناعم زيادة عن اللازم. استجابته كويسه. تمام، طب تيجي نجرب كده ونكسر الفرامل. طبعا زي ما احنا شايفين ده الاي بي اس اشتغل، لان طبعا الكاوتش معانا بيزحلق عشان احنا على مكسر او على زلط. نجرب التكييف. ده اللي هو الهواء من جوه بس ما يبقاش بره كده، يبقى تجيب الهواء من بره. الاي سي ماكس ده المفروض بيدينا افضل اداء في التكييف. التكييف اداءه حلو، بيبرد بسرعه، تبريده جميل، ما اثرش على صوت الموتور قوي، يعني ما حسيتش ان صوت الموتور قال معانا قوي. مع التكييف لا برضه الاداء حلو، يعني الموتور عزمه حلو في الطلعه برضه يجيب تكييف. ملحوظه صغيره رخمه كده، الدواسه بتاعت البنزين ده دواسه مقلوبه، يعني مش متعلقه من فوق زي ما احنا متعودين، لا الدواسه جايه من تحت زي السراب كده الشكل الجديد كده. بص انت دلوقتي شايف انا بدوس ازاي، الدواسه جايه من تحت متعلقه، المفصل بتاعها من تحت وانت بتدوس من فوق كده. دي طبعا مش مريحة للبعض، وخاصة اللي متعودين على الدواسات العادية بتاعت العربيات دي هتبقى مش مريحة ليهم قوي. طيب عفش العربية انا شايف انها حلوة، يعني هي مش ناعمة قوي وفي نفس الوقت مش ناشفة، وده كويس بالنسبة للفئة بتاعتها عشان تقدر تكييف في صوته هادي ناعم حلو مش وحش، مش زي العربيات العالية، وصوت الموتور حلو، العزل بتاعها كويس، يعني احنا شايفين دلوقتي عزلها حلو، انت سامع حاجة، مفيش أصوات تزييق مفيش كده. الخامة مش وحشه ومش برضو اللي هي تناسب الفئه دي، ولكن برضو هي هيونداي بتلعب على فكره ان هي تعمل لك عربيه شكل جميل قوي اداء حلو، وفي نفس الوقت الخامات ما تبقاش عاليه عشان ما تعليش سعر العربيه عليك، الا ان العربيه طبعا دلوقتي يعني ارتفعت قوي، يعني 268 سعرها برضو مبالغ فيه، ولكن برضو بالنسبه للفئه بتاعتها والحجمها والشكلها هي تعتبر عربيه حلوه، عربيه فعلا من العربيات الحلوه. وطبعا عن قريب باذن الله نازل هيونداي، نازل منها شكل جديد غير الفئه اللي نزلت الجديده اللي هي بتاعت الكريتا والتوسان والحاجات دي، الهيونداي داخله فعلا بقوه في الفئه بتاعت اس يو في. العربيه انا شايف انها اجمالا عربيه جميله، صفقه حلوه كقيمه مقابل سعر، برافو برضه ان انا ارتفع ثمنها الا انها حلوه، انت قاعد المساحات عندك جميله، العربيه ارتفاعها جميل قوي ومناسب. العربيه من العربيات اللي عجبتني، ادائها عجبني فعلا، كنت متوقع اكتر من كده، مش كاداء يعني كموتور وعفشه الاداء معقول بالنسبه للفئه دي عليها كويس، انما كنت متوقع اكتر من كده بالنسبه للخامات بتاعت الطابلو والطاره يعني طبعا كلاكس صوته ناعم قوي زياده عن اللازم، عامل زي الراجل كده قوي بس صوت حريم. طبعا انا حاولت ان انا اجمع لكم كل حاجه عن العربيه، لو في عندك اي استفسارات تانية او اي حاجة تانية ممكن ان انت حضرتك تقولها لنا وانا هرد عليك فيها. حاجة اخيرة، العربية طبعا اول ما ظهرت في 2010 وموجودة لحد دلوقتي، يعني في لسه موجود منها زيرو. طبعا لو في عندكم اي استفسارات انا ما ذكرتهاش في الفيديو باذن الله، ممكن ان انتوا حضراتكم تكتبوها لي تحت الفيديو في التعليقات وانا هرد عليكم فيها. لو حضراتكم طبعا هترشحوا لنا العربيه الجايه اللي نعمل لها تقييم، والاهم بقى ان انت تعمل اعجابات وتشترك في القناه بقى وكده. اشوفكم باذن الله على خير الحلقه الجايه.